مبارك الآتي باسم الرب. نحن بانتظار وصول قداسة البابا بنيديكتوس السادس عشر إلى بازيليكا مار بولس في حريصة لتوقيع الإرشاد الرسولي لمسيحيي الشرق الأوسط. هذا الحدث التاريخي الذي يضم كافة الأساقفة أساقفة الشرق في هذه البازيليك برئاسة قداسة البابا. شو هذا الحدث التاريخي بهذه النقطة الجغرافية؟ يعني عم تضم كافة الطوائف المسيحية. شو هذا المشهد؟ يعني كيف فينا نلخص هذا المشهد دكتور سليم؟ وكأنه صحيح. مجد لبنان ومجد الشرق في لبنان في لبنان حلو بهالكنيسة هاي العظيمة. وحقيقة هالمسيحية المشرقية اللي بنحكي عنها نقطة الارتكاز تبعها بطريقة واضحة هي بلبنان، من دون أي شوفينية، من دون أي شوفة حال وطنية إذا بدك. بس خلينا نعرف نحن كلبنانيين نستوعب، نحن عم نتطلع هالرجل اللابس أبيض عم بيمشي بخطى بطيئة وعم بيعطينا سلامه، خلينا نتطلع شو معنى كم مليون حتى ما أقول مليار إنسان بالعالم رح يطلعوا على هالصورة، رح يشوفوا المشهد بالدير اللي عم بتظهروه اليوم، هذا الدير البولسيين. شو معناتها هيدي؟ طيب نسأل سؤال، ليل بلبنان شو دورنا بلبنان؟ لما بنحكي عن لبنان النموذج يا جماعة هيدي منا كلام إنشائي وشعر، لما بنحكي عن لبنان مساحة حوار بين الثقافات والديانات، أهم بلش بين الطوائف المسيحية. مش مسحة في انقسام كتير كبير صار بالكنيسة المسيحية بالقرن الحادي عشر بعد أول حملة صليبية واحتلال بيزنطيا القسطنطينية. صار في انقسام كبير بين الأرثوذكس والكاثوليك، عم يجتمعوا بلبنان الأرثوذكس والكاثوليك اللي هن من قسمين بالعالم. مظبوط. عم يجتمع موسكو وروما، اللي هي موسكو عملها اذا بدك بيير لو جران بطرس الكبير، كان عم يجرب يحول موسكو لروما الثالثه، لانه روما الاولى كانت بروما وروما الثانيه كانت بيزنطيا، كان بده يعمل من موسكو لتروزيام روم روما الثالثه. اليوم نقدر نقول بكل تواضع قد تكون روما الرابعه بكل بساطة عنا اليوم بلبنان، لأنه اليوم الشيء اللي عم بيعمله لبنان، اللي عم بيعمله هالعناية اللي عم بتصير عم بيصير عنا، لو ما نحن حملنا بكل بساطة بلبنان صليبنا من 2000 سنة يمكن كان هذا اللقاء وهذا الحدث ما ممكن ولا بلبنان ولا بأي محل آخر. ما قدروا عملوها ولا بمحل آخر، ولا بروما الأولى ولا بروما الثانية ولا بروما الثالثة. عم نشوفها قدامنا اليوم. حلو. بروما الرابعة اللي والسينوس هي بدرعون اليوم. متطرق دكتور. وتحية لدرعون ولرئيس بلدية درعون اللي رح يسلم المفتاح لحبر الأعظم. شغل كتير كبير. يعني هذه الحدث وهذه يعني بها على هذا الجبل بحريسة بالسفارة بدير الشرفي اللقاء المسكوني ببزمار، يعني هذا الجبل يختصر يعني مجمع مسكوني إذا جاز التعبير، يختصر هذه الزيارة التاريخية ويعيد لبنان إلى حقيقة لهالدور تبعه. بس هيدا منه انتصار للمسيحيين، منه انتصار فقط للمسيحيين، هيدا انتصار للحضارة الإنسانية اليوم عم نشوفه قدامنا. صدقني هيدا الإرشاد الرسولي صحيح وموجه أساسا للكنائس قاطبة من بلبنان رح يتسلم لهم، ولكن هيدا انتصار للحضارة للنموذج. كنا دايما نقول المؤامرة الكبرى على لبنان هو تحطيم النموذج اللبناني، ولا يمكن تحطيمه إلا بتحطيم الدور المسيحي. اليوم بكل بساطة هاللقاء بيقولوا لك ما له دور سياسي، يعني بيجوا لك أوقات هولي اللي بده يكون إنه المسيحيين بلبنان معقمين ما عندهم أي دور مسيحي وجاي بس
القدس يعني الأعظم يجي على لبنان فقط حتى يعمل زيارة رعوية. ما هو كل معنى هالزيارة هو له هالمعنى الحضاري، المعنى الثقافي، المعنى السياسي بالمعنى الكبير، مش معنى 8 و14، بالمعنى السياسي الكبير الوجودي. ما فيك اليوم، حاولوا يدمروك كدور بلبنان، دوروا يدمروا دور لبنان بتدمير دور المسيحيين، استعادة المسيحيين لدور يعيد للبنان كله بكل طوائفه كمان دور الذي هو بحاجة للعرب وبحاجة لكل الإنسانية. اليوم حقيقة اللي عم نشوفه أكبر رد حضاري على صراع الحضارات، أكبر رد بالمحبة بالحقيقة بالشهادة للمسيح على كل اللي بدهم ينا نحفر خنادق ضمن المذهب الواحد وبين المذاهب وبين الطوائف. بالتحدي الديني بهيدا بالإرشاد الرسولي بالمقدمة يبدأ إرشاد بتعريف منطقة الشرق الأوسط على أنها منطقة أنها جغرافيا المنطقة الممتدة من مصر وصولا إلى إيران، ويركز على حضور المسيحيين في هذه المنطقة منذ أيام السيد المسيح وقبل صعوده إلى السماء، خاطبهم بالقول ستكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض، يعني وهناك دعوة إلى أن يكونوا صانعي سلام. شو هالكلام؟ كلام كبير. نحن طبعا هل يستطيع المسيحيون أن يكونوا صانعي سلام؟ ليك السلام يبدأ من الداخل، الإنسان بينطلق لبيته لعائلته، بينسحب على المجتمع، بينسحب بالجو السياسي العام، وصناعة السلام بين الشعوب هو مبدأ إنساني اعتمدته اليوم كل الشرع السماوية وكذلك الشرع الأرضية والشرائع الأرضية إذا بدك. واليوم ما فينا أبدا نقول إنه المسيحيين من بعد ما اعتمدته كل الحضارات هالمبدأ أن تصنع السلام، المسيحيين بالشرق لهن منبت هالفكرة هاي ينسحبوا أو يستقيلوا من هذا الدور. على المسيحي واجب صناعة السلام بالمفهوم الكبير للسلام، السلام العادل، السلام المحب، السلام الذي يحترم الاختلاف مع الآخر، السلام المبني على احترام القيم الإنسانية كلها سوا، المساواة بين الناس، والطموح لخلق بيئة ترعى الإبداع والابتكار والتألق. كل هيدي إج عليها الإرشاد، حكي فيها وفصلها الإرشاد. طيب صانع أن يكونوا صانعي سلام دكتور، ومعرفة عميقة بالمسلمين واليهود في ضوء هذا الانقسام، هذه الفتنة، هذا الصراع المذهبي الطائفي في هذه المنطقة، هل يستطيع هذا المسيحي الأقلوي، في ناس بيعتبر هناك أقلوية، أقلية مسيحية بغض النظر عن هذه الصفة، لكن هذا المسيحي يستطيع هو أن يكون صانع سلام في ضوء هذه التحديات الكبرى؟ لك أنا ما بحب أقول أنه التاريخ بعيد نفسه، ولكن عبر العصور هذا الدور اللي كان دايما يلعبوه المسيحيين بهيدي المنطقة. واليوم لأنه في عنا انفتاح للعالم على بعضه، وصار في عندك إعلام، وصار في عندك تيارات معتلمة أكثر وأكثر، ولأنه في عندك بحر هائج بدك الناس تتجرأ أنه ترجع تركب بالسفينة اللي كانوا يركبوها جدودنا حتى يعلموا الحرف ويعلموا التجارة ويروحوا يكونوا بنات بنات حضارة جديدة. اليوم هذا دورنا نحن. بتعرف أنه الفينيقيين بالماضي قبل المسيحية، الفينيقيين بالماضي استعانوا فيهم اليهود حتى يعمروا المعبد أورشليم، واستعبد السلطان سليمان الحكيم، واستعان فيهم الفراعنة حتى يعملوا قناة السويس 3 قرون قبل المسيح، واستعانوا فيهم كل القوى
بأفريقيا وغيره، هن اللي اكتشفوا رأج الرجاء الصالح، هن اكتشفوا المدائق، ومعروف ومثبت اليوم تاريخيا شو دور اللبناني عبر التاريخ. اجى المسيحية، اجت المسيحية التقت مع هالطبيعة اللبنانية المتعطشة الى الحرية والانفتاح، وعطيتها البنية القيمية تبعها، ما قالت بس كونوا مركنتيليين يعني كونوا تجار، روح اشتري وبيع وعمول مصاري، حمول مع البضاعة تبعيتك، حمول حضارة، حمول قيم، حمول مبادئ. اليوم نحن اليوم أنا برأيي هيدي المنطقة انطلاقا من لبنان بحاجة للمسيحيين. خذ مثل صغير، هل غرفة الاختبار لابوراتوار اسمه لبنان، خذ بلبنان من هي الطائفة اليوم الأكثر مقبولية بين الطوائف اللبنانية؟ ما عم بقول شوفة حال، بس هذا واقع. اليوم المسيحي هو المقبول أكثر يمكن مكون أو طائفة بين كل الطوائف اللبنانية. أصبح إذا هو عنده مقبولية أكثر من غيره معناته عنده دور أكبر من غيره، لازم يسمح أنه هو يكون عابر بين هالطوائف هاي. بسوريا، طيب هالمسيحي اليوم بسوريا، خلينا نشوف ما بعد، يعني هلا طبعا في أزمة وشدة عم تضرب كل الناس، أول ما تروق بسوريا وبدأ تروق بسوريا، أنت بتتصور بعد هالتفتت والتشرزم اللي عم بيصير، مش المسيحي مفروض أنه يرجع يستعيد بسرعة دوره ويكون هو إذا بدك الخيط الحياكي اللي عم يرجع يبني النسيج الاجتماعي السوري على أسس المواطنة وأسس الحداثة والديمقراطية والحرية وغيره؟ هذا دور المسيحي. من دون هيك ما له معنى المسيحي على المستوى الثقافي والاجتماعي، يبقى فعل إيماني فردي، ولكن حضوره بهالمنطقة الفعل الإيماني الفردي ما بيبرره بهالشكل. بيبرر لك حضورك القوي هو الدور الثقافي والاجتماعي اللي انت قادر تلعب فيه، ومن هون صناعة السلام لازم تكون هي اختصاص المسيحي. أكبر خطر على القضية الفلسطينية، لما نحكي بس عن لبنان، انه اليوم الأراضي المحتلة الضفة الغربية وغزة وغيره ما عاد فيها مسيحيين بكل أسف، ما عاد فيها حضور مسيحي كما يجب، في انسحاب للمسيحيين من هيدي المنطقة، في حضور شوي رعوي بعض الإرساليات، ولكن هيدا خطر كتير كبير. أنا برأيي أنه المسيحيين كانوا قادرين هن يكونوا مثل ما هن رأس حربي بمقاومة الاحتلال، بيقدروا يكونوا كمان رأس حربي بأخذ المبادرات لحتى تكون فلسطين توصل لخواتيمها السيادية أو الاستقلالية وغيره. ما عاد فيها الدور، يعني اليوم عم بتلاقي بكل أسف فلسطين فرغت. هذا الإرشاد يعني يلقي الضوء على هذا التحدي. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجعل من الحياة اليومية صعبة، سواء في حرية الحركة والاقتصاد والحياة الدينية كالوصول إلى الأماكن المقدسة، المرتهن بإذن عسكري يمنح للبعض ويرفض للبعض الآخر لأسباب أمنية. علاوة على ذلك توجد تيارات لاهوتية مسيحية أصولية تبرر من الكتاب المقدس احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مما يزيد من صعوبة وضع المسيحيين العرب كمان. هناك إذا بدنا نجلد حالنا ربما أو للكنيسة، هناك في تقصير نوعا ما من قبل الكنيسة الأم على الوضع الأماكن المقدسة في إسرائيل في الأراضي المحتلة. يعني الكنيسة هي تعتبر بسموها بالإنجليزي soft power، يعني الكنيسة ما عندها جيوش، ما عندها دبابات، ما في عندها صواريخ عابرة للقارات. هذا كنيسة قادرة تأثر، ولكن اليوم في القوة الناعمة لكن فيها تصل إلى يعني غيرت أنظمة الكنيسة. كنيسة ما تنسى موقفها، الفاتيكان موقفه الصارم جدا من إسرائيل، لكن هناك مصالحة حول وضع القدس. يعني يمكن يقبل بكرة أي طرف سياسي بالمنطقة بما فيهم فلسطينيين حلول تسويوية تتعلق بالقدس والكنيسة ما تقبل، لأنه الفاتيكان يصر
على انه القدس هي مدينة للديانات الثلاث، وهي لازم تكون الوضع السياسي يناقش، انما لازم تكون مدينة مفتوحة للحج، لانه هيدي شغلة ايمانية تقريبا مرتبطة ب يعني تقريبا ما راح اقول مرتبطة، بس تقريبا مرتبطة بالعقيدة الايمانية للكنيسة. يعني من دون ما يكون عندك ارض مقدسة، بدل ما يكون في عندك مساحة حيوية تقدر تشتغل عبر الكنيسة، نحن بالنتيجة الكنيسة بأوروبا يعني عم تفقد كتير، بتكون من 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 تأثيرها ارتباطها بالأرض المقدسة. اليوم لبنان عم يلعب هالدور، ولكن نحن بدنا، وأنا من طموحي وأحلم إنه نروح أنا وعائلتي وكل الناس نقدر يوما ما نروح على القدس نصلي بكنيسة المهد. يا أخي هيدا حق، السؤال للسؤال من يمنع المسيحيون العرب بالصلاة بكنيسة المهد أو بأي كنيسة مسيحية؟ الوضع السياسي طبعا، والاحتلال والوضع السياسي وغيره. فيك أنت وياك، أنا وياك نروح نروح لا. ونجي ونصلي ونرجع لهوني، بس مش حق لنا كمسيحيين نروح مطرح ما خلق المسيح ونصلي مطرح ما خلق مسؤولية المسيح. الكنيسة هون مسؤولية الكنيسة هون شو؟ اليوم مسؤولية الكنيسة أولا هي أن تمارس دور الدبلوماسي والتأثير على عواصم القرار، حتى يصير في إيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤسس إلى حل كذلك الأمر لقضية القدس. إذا ما عملناها هاي منكون عم نحكي برات الموضوع. قضية القدس هي القضية المركزية، قضية القدس هي القضية المركزية. أوسلو وغيره عملوا حلول، بلشوا بغير محل، قالوا منخلص بالقدس، وبالعكس بلش بالقدس، عم يشتغلوا على الأمور الهامشية والثانوية قبل الوصول بالقدس. بتاخد كتير زخم من الجميع. أما عن الأصولية المسيحية اللي بتبرر لإسرائيل، هيدي بعتبر أنا أنه بفلسطين ما في بقى مسيحية ولا أصولية ولا غير أصولية. في يمكن بأمريكا في غير محل بيقولوا لك نحن عنا تفسيرنا الخاص، ولكن الكنيسة الكاثوليكية عندها تفسير واضح ومعروف بالنسبة لقضية عظيم الناس. واضح ومعروف، لكن هل تمارس هذا الضغط الناعم للوصول إلى هذا الهدف، أم هي متراجعة بعض الشيء لاعتبارات ما تخزني بين مزوجين سياسية معينة؟ يعني لك أنا بحب أقول لك أنه يعني هذا الملف دقيق كتير. أنا مني بقضية الفلسطينية طالت كتير، قضية القدس طالت كتير، إجا وقت أنه تخلص. إنما الكنيسة إذا ما أثرت على عواصم القرار كما يجب، ما عندها الإمكانيات الذاتية إنها تغير بالجيوبوليتيك، ما فيها تغير بالجيوسياسية تبع المنطقة وتفرض معادلات جديدة، ما فيها. وبعدين بدي أقول لك شغلة، الكنيسة تقوى لما شعبها من جوا يقوى ويقف على إجراه. إنه نحن لو المسيحيين بلبنان فكرك لو ما صمدنا وقفنا على إجرينا وتجزرنا بهالأرض وقلنا ما راح نفل، كان اليوم في إرشاد رسولي؟ شو كان له معنى الإرشاد؟ كانوا التقوا بروما قلت لك، وكانوا عم يبكوا على الأطلال وعم بيقولوا خلينا نرجع يوما ما نجي على لبنان نصلي، اسمحوا لنا. في شعب بده يقف على إجراي، وهيدا من هون أنا نداء عبر الام تي في بمناسبة زيارة قدس الحبر الأعظم، نداء للمسيحيين بسوريا، ثبتوا مطرح ما انتوا، ما تفلوا شو ما كلفت، ما تفلوا، ما بعد فيكم ترجعوا، ما تعملوا مثل ما عمل غيركم غير محلات. اليوم في اكثر من 4 ملايين مسيحي بسوريا، هول نحن بلبنان كنا اقل من 1 مليون وصمدنا، انتوا اليوم صمدوا من دون
بالنتيجة اللجوء إلى السلاح. بس طبعا واجب الدفاع عن النفس هو واجب مقدس، قالت فيه كل الشرائع السماوية والمسيحية، وطالب فيه الطباوي اللي ما فينا إلا ما نتذكره اليوم، طباوي اللي زار لبنان من 16 سنة هو يوحنا بولس الثاني، هو اللي حكي إنه اللجوء إلى العنف هو حق مقدس للشعوب للدفاع عن نفسها. أنا بطلب من المسيحيين بسوريا إنه يوقفوا، لأنه الإرشاد هيدا ما هو اللي رح يوقفهم، هن رح يوقفوا الإرشاد وهن رح يعطوه كمان. طيب المدى دكتور، إلى جانب هذا الدور الذي يمكن أن يلعبه المسيحيين في هذه المنطقة، بس بدي شير هون أنه فخامة الرئيس وصل إلى الكنيسة بازيليك مار بولس لحضور حفل توقيع الإرشاد الرسولي. لكن السؤال أيضا بالقدس، يعني السينودوس معالي الوزير اتطرق إلى وحدة الكنيسة قبل أن يتحدث عن انقسام الكنيسة. هناك انقسام كنيسي بالأراضي المقدسة، هناك يعني أراضي لكنيستين، الكنيسة الفاتيكانية والكنيسة اليونانية، وهناك كلام كتير كبير أن هناك محاولات لبيع الأراضي، أراضي التي تعود إلى الكنيسة اليونانية. يعني هذا الانقسام ألا يؤثر أيضا على اللوبينج الذي ممكن أن تمارسه الكنيسة الواحدة من أجل استرجاع هذه الأرض أو لفتح القدس على الديانات الثلاث؟ أنا برأيي الإرشاد وصف المشكلة تماما وراح فيها، تعمق فيها بالتاريخ، وتعمق فيها بالتاريخ وحكي عن القرن الخامس عشر بمجمع أفسس وخلدونية إلى حتى حكي عن المجمع الخليدوني الأول، خليدوني بالخامس بالرابع القرن الخامس ممكن. نعم أوكي، يعني حكي من الأول، حكي عن كل انقسامات، عن العاقبة وعن النسطوريين، وحكي عن كل الأمور، حكي عن القسام الكبير اللي صار بعد سقوط بيزنطيا والقسطنطينية بإيد الكاثوليك اللي جايين من أوروبا، حكي عن هالمواضيع. إشكالية منا جديدة استاذ فادي أبدا، إنما الإرشاد عم يجي بيقول كيف بدنا نعالج هيدا الموضوع، خلينا نوحد. وانتبه شو حكي الإرشاد، وبتمنى إنه بلش فيه بلبنان، قال فلنوحد الأعياد المسيحية، نبلش من هونيك، إنه مش نعيد عيدين فصح ونعيد عيدين ما بعرف شو ما بعرف شو، إنه بالقليل عيد الفصح اللي هو أهم عيد عند المسيحيين، عيد القيامة، عيد القيامة أهم عيد، هو بيعطي لكل مسيحية معناته، بالقليل هذا نوحده. وبيرجع بيربط شغلة مهمة، عطى مركزية سيد العذراء اللي هي بتجمع، انتبه شو ذكية هالفكرة. وبقدر أقول إنه يمكن حكومتنا وقتها كنا بلشنا بشي بهالموضوع مستوحى من هالأعمال كمان، توحيد عيد البشارة، توحيد عيد البشارة، حكي إنه نرجع نركز على مركزية العذراء اللي عطيوها المسيحيين المشرقيين أساسا، هالقيمة كلها سوا تبعها، وإجا اسمها باليوناني أساسا تيوتوكوس، وبعدين إجت العذراء. نحن اليوم خلينا، هذه مش بس مهمة للطوائف المسيحية، هي مهمة للطوائف الإسلامية كمان، إنه نعتبر العذراء هي رمز روحي بيجمع بيننا كلنا سوا. أنا برأيي بتبلش بالممكن، بس طبعا هذا مش حل قضية القدس، حل قضية القدس برأيي أنا اليوم ما بده يكون على المدى الطويل، بقى في شيء لازم ينحط على النار وبسرعة. المهم إنه الكل يضلوا متجذر وثابت، منا بواقع بوضع حلو. نعلم غيرنا شو بده يعمل، بس إلنا حق شوي بلبنان، نحن كمسيحيين أثبتنا شو قدرين نعمل، نقدر نقول إذا نحن قدرنا عملناها يعني غيرنا قدر يعملها وأحسن يمكن كمان. حلو، وأخذتني لمطرح عن توحيد عيد البشارة، وأنا رح أتطرق إلى الموضوع من بعد توقيع هذا الإرشاد الرسولي مع زميلك الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، حول توحيد معنى عيد العذراء، معنى العذراء عند المسيحيين والإسلاميين، وتوحيد عيد البشارة بالتحديات لو سمح الدكتور، يعني بعد عنا أو يعني دقائق قليلة جدا حتى وصول قداسة الحبر الأعظم إلى بازيليك مار بولس، بعد وصول فخامة الرئيس، ربما ننتظر وصول غبطة البطريرك أيضا برفقة قدس القدس الأعظم، بس بالتحديات في العراق
أطلقت الحرب العنان لقوى الشر في البلد لدى الطوائف الدينية والتيارات السياسية، فأسقطت ضحايا من كل العراقيين، ولكن المسيحيين من الضحايا الأساسيين. ونحكى كلام كتير كبير عن هذا الموضوع، إذ يشكلون الجماعة الأصغر عددا والأضعف بين الجماعات العراقية، في حين لا تراعي السياسة الدولية لهم أي حساب. هذه هي النقطة، السياسة الدولية لا تراعي لهؤلاء الجماعة الصغيرة أي حساب. السياسة الدولية بشكل عام انسنسيبل، يعني ما عندها أي غير حساسة حس. أيوة، منع إذا بدك ما بيعنيها إن كان أقلية، ما بحب سميهم أقلية، أي جماعة كبيرة أو صغيرة تاخد الماس، بتاخد الأحجام الكبيرة مثل ما هي وبتشتغل على أساسها. هلأ شو بيروح مثل واحد بده يشق طريق الأوتوستراد، بيروح شجر، بيروح شوية صخور شمال ويمين، هاي ما مهم، المهم يمرق الأوتوستراد بذهنهم هني. هون نحن حقيقة بدنا نفصل بالموضوع. أولا ليس هناك من مؤامرة ضد مسيحية العراق، ما في شيء اسمه مؤامرة، في اسمه انه مؤثرات هيدي الحرب صارت بالعراق بالنسبة دفعوا المسيحيين حقها مثل غيرهم، ولكن بالقيمة مثل ما هي المجردة دفعوا أكثر من غيره لأنه ما عددهم قليل. هذا اللي عبقول عنه الإرشاد الرسولي. دكتور ما في مؤامر، لكن هناك استهداف كتير ذكي لبعض الرموز، لبعض الكنائس، لبعض رجال الدين، لبعض القادة، يعني الرؤساء الكنيسي، يعني شو هذا الاستهداف؟ ما ذات الشيء تم استهداف السنة وتم استهداف الشيعة. كله استهداف الشر دائما ذكي، شر دائما ذكي، ولكن أنا بعتبر ذكي، ولكن نفسه قصير دائما، الإيمان نفسه أطول. وبحب أقول لك أنه يعني لم يتم مصادرة أملاك بالعراق، ونحن هون أهميتنا، هون أهمية الإرشاد. نجي نقول نحط استراتيجية نحن كمسيحيين انطلاقا من لبنان، كيف سنعيد مسيحية العراق بكامل حقوقهم وبكامل مواطنيتهم إلى حيث كانوا قبل حرب العراق. معالي الوزير، غبطت بل قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر وصل في هذه الأثناء إلى بازيليك القديس بولس في حريصة، وما زلنا ننتظر وصوله ودخوله إلى البازيليك لتوقيع هذا الإرشاد التاريخي لمسيحيي الشرق الأوسط. كافة البطارقة والأساقفة والمطارنة والحشد الديني اللاهوتي والإكليروس والشخصيات السياسية متجمعين الآن داخل بازيليك مار بولس لمشاهدة هذا الحدث التاريخي. وفي هذه الأثناء رئيس بلدية درعون حريصة يسلم مفتاح البلدة إلى قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. ونشير إلى أن بلدية درعون حريصة كمان أطلقت اسم البابا بنديكتوس السادس عشر على أحد الشوارع الرئيسية في هذه البلدة تكريماً لهذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها في هذه الأثناء بنديكتوس السادس عشر. ونشير أيضاً إلى أن هذا الجبل، هذه المنطقة من بكركي إلى حريصة إلى دير الشرفي في درعون مرورا بغسطة وصولا إلى دير الأرمن في بزمار، هذا الجبل يختصر إذا جاز التعبير هذه الزيارة.
صاحب القداسة. هايليجا فاتر، فخامة الرئيس، أهلا وسهلا بكم، هيرسلي بيلكومن، في الشرق، في لبنان، في بيروت، في كنيسة لبنان الواحدة بجميع تراثاتها الروحية في لبنان بجميع طوائفه المسيحية والإسلامية، في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، في كنيسة القديس بولس مبنية على نموذج كنيسة آيغيا صوفيا. أرحب بكم باسم مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك الشرقيين الذين ذهبوا من الشرق الأوسط إلى روما بدعوة كريمة من قداستكم إلى السينودوس لأجل الشرق الأوسط الذي هو علامة محبتكم ورعايتكم. إنكم تحملون رسالة إلى لبنان، الرسالة كما دعاه سلفكم الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني حبيب لبنان والبلاد العربية والعالم. صاحب القداسة المحبوب ليبر هايليجر فاتر، من الشرق يأتي النور إكس أورينتي لوكس، ومن الشرق انطلق النور إلى الغرب حاملا له رسالة يسوع النور الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. واليوم تحملون نور الشرق أورينتالي لومن من خلال إرشادكم الرسولي، وكما قال يسوع لبطرس صفيه: وأنت متى رجعت فثبت إخوتك. أنتم الآن أتيتم تثبتون رعاة كنيسة الشرق بمحبتكم، ونحن نقبل هذا الإرشاد بحب وشوق وشكر، ونريد من خلال ذلك أن نثبت بدورنا إيمان قداستكم وإيمان إخوتنا الأحباء في الغرب. صاحب القداسة، إنكم توقعون هذا الإرشاد الرسولي في لبنان، ولكنه موجه إلى الكنيسة في الشرق الأوسط، لا بل هو في محتواه وغايته موجه إلى المشرق العربي بأسره انطلاقاً من لبنان. إنه إرشاد رسولي للمسيحيين في لبنان والشرق العربي ويتعداهم، إذ إنه ضروري لأجل إنجاح معنى وجودهم ودورهم ورسالتهم وخدمتهم وشهادتهم في العالم العربي للأغلبية المسلمة. وتختصر هذه الرسالة بأن يكونوا نوراً وملحاً وخميرةً، ويعرفوا أنهم القطيع الصغير الذي لا يخاف ولا يهاب ولا يرهب ولا يتراجع أمام دوره الكبير. إن جوهر الإرشاد الرسولي هو شعار شركة وشهادة، أعني وحدة في الداخل لأجل الشهادة في الخارج. إنه شعار مسيحي، ولكنه أيضاً شعار مسيحي إسلامي، لأنه شعار يجب أن يعاش بتفاعل وتواصل مع أطياف هذه المنطقة بكل طوائفها، لا بل من الضروري أن يعاش على مستوى العالم العربي. هايليجر فاتر صاحب القداسة، لقد اهتم السينودوس لأجل الشرق الأوسط باهتماماً مميزاً بقضية لها تأثير كبير على الكنيسة في الشرق العربي، ألا وهي القضية الفلسطينية. إننا نشكر موقف الفاتيكان والبابوات الثابت على مر السنين تجاه هذه القضية. إن هذا الموقف الثابت هو عمل حق وعدل وعدالة يحتاج إليه عالمنا اليوم الذي تكثر فيه المظالم السياسية. وهكذا يبقى الفاتيكان رأينا العدالة العالمية، مع العلم أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العربي كفيل بأن يحل مشاكل العالم العربي الأكثر تعقيدا.
وهو كفيل أيضا وخصوصا بلجم هجرة المسيحيين وتثبيت وجودهم في الشرق مهد المسيحية لكي يتابعوا فيه مسيرتهم التاريخية ودورهم ورسالتهم جنبا إلى جنب ويدا بيد مع إخوتهم ومواطنيهم المسلمين من جميع الطوائف لكي تكون للجميع الحياة وتكون لهم أوفر وأكثر حرية وكرامة وعدالة وسعادة وانفتاحا وتطورا وازدهارا. الاعتراف بفلسطين هو أثمن هدية تقدم للمشرق العربي بجميع طوائفه مسيحيين ومسلمين، وهذا ما يضمن تحقيق أهداف السينودوس لأجل الشرق الأوسط وأهداف الإرشاد الرسولي. هذا الاعتراف يمهد لربيع عربي حقيقي ولديمقراطية حقيقية ولثورة قادرة أن تغير وجه العالم العربي وتؤمن السلام والأرض للأرض المقدسة وللشرق الأوسط وللعالم. هايليجي فاتر قداسة البابا، يطيب لنا في هذه المناسبة المباركة أن نعلن هنا كلنا مع وأنا بصفتي بطريرك كنيسة الروم الملكية الكاثوليك، يطيب لنا أن نؤكد على شركتنا الكاملة الثابتة الدائمة معكم ومع كنيسة روما المتصدرة بالمحبة. العالم بحاجة إلى البابا، بحاجة إلى الوحدة، إلى كنيسة قوية متماسكة وإلى كيزا فورتي كويرنتي قادرة أن تحمل إلى العالم قيم بشرى الإنجيل المتجددة التي عبرتم عنها في رسائلكم حول الفضائل الثلاثة، وهي قيم محبة الله ديوس كاريتاس إست، وقيم الرجاء سبيس سالفي، والإيمان في الحقيقة كاريتاس إن فيريتاتي. العالم بحاجة إلى كنيسة تتنفس برئتين بكل حيويتها لكي يبقى الإيمان نقياً صافياً جميلاً متجدداً في العالم من خلالها، ولكي يؤمن العالم ولكي تعم فيه حضارة الإيمان والرجاء والمحبة، حضارة الله في أرض البشر. وأخيراً نرفع لأجلكم يا قداسة البابا الدعاء الذي رفعه ونرفعه كل يوم في هذه الكنيسة، البطرك، الأساقفة، الكهنة في كل الكنائس الروم الكاثوليك في العالم. En conclusion, je voudrais prier pour vous, sainteté, la prière que nous prions tous dans nos églises tous les jours, les patriarches, les évêques, les prêtres. Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu, de notre très saint Père Benoît XVI, pape de Rome. Donne à tes saintes églises qu'elles vivent en paix, en santé, en honneur, bien portant, et qu'elles vivent de longs jours, et dispense fidèlement la parole de ta vérité. Shukran kabiran li ziyaratikum. Dankeschön für Ihren Besuch. Shukruna al-kabir li irshad al-rasuli. Shukruna al-kabir li mahabbatikum. Danke für Ihr Liebe. Wa naqul lakum innana nuhibbukum. Wir lieben dich, Heilige Vater. وإلى سنين كثيرة أد ملتوس أنوس إسبولا إيتي ديسبوتا أو فيلي فيلي ياري، وأهلا وسهلا بكم.
Seigneur, nous voulons voir Jésus. C'est par cette parole que quelques Grecs qui, craignant Dieu, s'adressèrent à Philippe pour être introduits auprès du maître qui était déjà entré de manière solennelle à Jérusalem, ultime étape de son parcours sur cette terre. Voir Jésus voulait dire le connaître. الإيمان بيسوع يعني أن نتعرف إلى يسوع وأن نتعرف إلى الشهادة وأن نشهد بأنه كان يعمل نحو الهدف المبتغى. يجب أن نتخيل أيضا أن يسوع أجاب اليهود بشكل غير مباشر عندما أعلن لقد جاءت الساعة التي يجب أن يتمجد بها ابن الله بحسب مشيئة الله سوف يمجد يسوع بموته على الصليب إذلاله سيكون بنفس الوقت مجده على الصليب وأنا متى أذهب عن الأرض سوف أجذب كل الناس إن مجدنا هذا هو مرتبط بمصير يسوع المسيح الذي صلب على الصليب هو الذي جعل الجميع يعترف بقدرة الله وحكمته إن الرب الذي قام حول أيضا موتنا في مجد قيامته قداسة البابا بحسب وعد الرب عندما يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي سأكون بينهم نحن في السينودوس للشرق الأوسط استطعنا أن نرى يسوع خلال صلواتنا وتأملاتنا وخلال تبادل الآراء خلال الجمعية جمعية السينودوس من 10 إلى 24 تشرين الأول 2010 للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة لقد دعوتم كل أساقفة الشرق الأوسط إلى الفاتيكان وقد شاركوا في الأعمال السينودوسية حول موضوع الشركة والشهادة في الكنيسة في الشرق الأوسط المؤمنون كانوا جميعاً ضمن روح واحدة وفي هذا التبادل للعطايا تعرفنا إلى يسوع المسيح مجدداً تحت إشارة الصليب وقد اعترفنا أو تعرفنا عفواً إلى وجوده في الكثير من محطات في أعمالنا تعرفنا إلى آلامه إلى عذاباته وحتى عرفنا الحروب في منطقتنا ولكن برعاية الروح القدس تذكرنا دائما أن الصليب هو صوت المجد ليس فقط للرب ولكن أيضا لجميع من يتبعونه ويعيشون أو يحملون صليبه يوميا في هذا حفل الجلل بما أننا مجتمعون في كاتدرائية مار بولس للروم الملكيين الكاثوليك الزاخرة بالتاريخ أود أن أستفيد لأشكر كل المشاركين في السينودوس من أجل مشاركتهم العالية المستوى في التفكير حول الوضع الكنسي والاجتماعي في الشرق الأوسط أيضا لشركة وشهادة الجمعية السينودوسية استطعنا أن نعيش أو أن نشير عفوا إلى الصعوبات التي لا بد أن يشع الأمل بعدها خاصة للمسيحيين أود أن أشكر أيضا أعضاء اللجنة الخاصة بالشرق الأوسط من أجل مساهمتهم القيمة من أجل تصنيف أعمال الجمعية جمعية السينودوس التي تم جمعها في الإرشاد الرسولي
الذي سيتم توقيعه من قداستكم. قداسة البابا باسم كل أعضاء الجمعية الخاصة بالشرق الأوسط والسكرتارية الخاص بالأساقفة، أود أن أدعوكم الآن إلى التوقيع على الإرشاد الرسولي بعنوان شركة وشهادة الذي يمثل الكنائس المشرقية التي هي غالية في قلوب كل المسيحيين.
بسم الآب والابن والروح القدس إلها واحد آمين. فليكن السلام معكم. فلنصلي إلى الرب. Tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour afin que ton Église, répandue partout le Moyen-Orient, tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom et donne-lui la paix et l'unité pour qu'elle rende grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. نقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. كان بين الصاعدين ليسجدوا في العيد بعض اليونانيين، فدنا هؤلاء من فيلبس الذي من بيت صيد الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيلبس وقال لأندراوس، وأندراوس وفيلبس قالا ليسوع. فجابهما يسوع قائلا: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني،
وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أباتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. فخامة رئيس الجمهورية، صاحب الغبطة البطريرك، أصحاب السيادة، أعضاء اللجنة الخاصة في جمعية سينودوس الشرق الأوسط، بحضرة هذا الجامع الكبير من المجتمع المدني والديني، حضرة السيدة والسادة والأصدقاء، أود أن أشكر البطريرك غريغوريوس الثالث لحام من أجل كلمته، بالإضافة أيضا إلى منسق السينودوس المسنيور ريتيغوفيتش من أجل كلماتهم. أود أن أحيي أيضا البطريرك وجمع الأساقف المشرقيين واللاتينيين المجموعين هنا في هذه البازيليك الجميلة، بازيليك مار بولس،
أنا مسرور أيضا بحضور ممثلين عن الطوائف الأرثوذكسية والمسلمة والدرزية بالإضافة إلى شخصيات من عالم الثقافة والمجتمع المدني. إن التعايش السعيد بين الإسلام والمسيحية قد ساهم في إنشاء ثقافة غنية جدا، وهذا ما يميز الحياة الاجتماعية والدينية في لبنان. لا يمكننا سوى أن نسر حيال هذه الحقيقة التي يجب أن نشجعها ونحفزها. أود أيضا أن أعبر عن رغبتي للسلطات المدنية، عبرت عن شكري للسلطات المدنية من أجل تنظيمها لهذا الحدث، كما وأشكر كل رؤساء الطوائف الأرثوذكسية وغيرها من الطوائف. إن هذه الوثيقة وهي الإرشاد الرسولي تكتسي أهمية كبرى لأنها تتوجه للشرق الأوسط بأسره. من الأساسي شاءت الصدفة أن يحصل التوقيع على الإرشاد الرسولي يوم عيد الصليب، وهذا العيد الذي بدأنا نحتفل به منذ القرن الثاني عشر. وطبعا المكان الذي نوقع فيه هذا الإرشاد الرسولي أيضا يكتسي دلالة كبيرة. بعد شهر سيكون عيد الظهور، حيث نتذكر قصة الملك قسطنطين الذي أعطى اسمه لمدينة قسطنطينية. ويبدو لي أيضا أن الإرشاد الرسولي يمكن أيضا أن نفسره في ضوء عيد ارتفاع الصليب، وخاصة في النور الذي أمنه لنا المسيح. وهذا اكتشاف جديد لمعنى الشركة والشهادة في الكنيسة، وهو دعوة ضمن الشركة ومن خلالها. إن الشركة والشهادة المسيحيتين يرتكزان على الفصح وصلب المسيح وقيامته، وهذا يشكل اكتمال العهد. فالعلاقة بين الصليب والقيامة علاقة لا يمكن أن ينساها المسيحيون. فمن دون هذه العلاقة الصليب سيعني فقط الألم والموت، لأن المسيح قد مات على الصليب. ولكن بالنسبة للمسيحيين أن الصليب هو رمز لمحبة الله التي لا تعرف الحدود إلى الإنسان. إنه فعل إيمان. عندما نفكر في الصليب من منظور القيامة يعني ذلك أننا نعيش ملء هذا الحب، وهذا عمل محبة قام به الله. أيضا إن العمل الذي قامت به هذه الجمعية، جمعية السينودوس، هو أيضا دليل على الشهادة المسيحية، وهو أيضا عمل للأمل. عندما نفكر في وضع الكنائس الحالي في الشرق الأوسط يمكننا أن نفكر في الآمال وفي المخاوف التي يعيشها بنفس الوقت تلاميذ المسيح في هذه المنطقة. الجميع استطاعوا أن يسمعوا الصرخة، صرخة المنطقة، والآمال التي عبر عنها الرجال والنساء الذين يعيشون أوضاعا إنسانية ومادية صعبة، والذين يعرفون الضغوط والقلق الشديد، والذين هم بأمس الحاجة إلى المسيح، المسيح الذي يعطي معنى لوجودهم. لذلك أردت أن تكون الرسالة الأولى لمار بطرس
هذه الرسالة لكي نتمكن من النظر بكل ما هو جميل في هذه الكنيسة وعلى الأرض. طبعا نحن نشكر الله في كل لحظة باسمكم أنتم أحبائي المسيحيين في المشرق. كيف لا نشكره وهو عبر عن محبته اللامتناهية التي لا نزال نعيشها في هذه الأماكن وفي هذه في هذا المكان الذي كان أول مكان استقبل ابنه يسوع المسيح؟ كيف لا نعبر عنه عن امتناننا من أجل هذا التعايش والإخاء ومن أجل التعاون الإنساني الذي لا ينفك يظهره تجاه أبناء الله؟ إن الكنيسة تسمح لنا، الكنيسة المشرقية تسمح لنا بالتفكير في الحاضر والمستقبل بنفس النظرة التي تمتع بها المسيح في توجهاته، خاصة عندما ندعو إلى التعمق الروحي والكنسي والتجدد الليتورجي الذي ندعو إليه، بالإضافة إلى الدعوة إلى الحوار الضروري في هذا الإطار الصعب والمؤلم في بعض الأحيان. قد نميل إلى نسيان أو تجاهل الصليب، ولكن في الحقيقة يجب أن نحتفل الآن بفوز أو بانتصار الحقد على الحب وانتصار الخدمة على السيطرة وانتصار الاتضاع على الكبرياء بضوء الاحتفال اليوم. نوقع الإرشاد الرسولي، أدعوكم جميعا أن لا تخافوا أن تسكنوا في الحقيقة وأن تحتفظوا بإيمانكم وأن تتخذوا لغة، لغة مجد الصليب. هذه هي لغتنا، لغة تحويل الآلام إلى صرخة محبة وصرخة رحمة نحو الآخرين. هي أيضا تحويل آلام الأشخاص الذين يتألمون في هويتهم لكي يتمتعوا بالعطايا الإلهية التي هي أكثر قيمة من العطايا الدنيوية. نحن لا نتحدث هنا عن حوار أو عن أحاديث غير واقعية، نحن نتحدث عن أعمال يمكن أن نقوم بها على الأرض تدفع الكنائس بتذكيرنا بجمال قصة المسيحية في منطقتنا. سبق وذكرنا الملك قسطنطين الذي سمح للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية وبالتعبد إلى الصليب رمز القيامة. إن الإرشاد الرسولي يعبر عن أعمال يمكن أن نلتزم بها على الأرض وتذكرنا بقدسية رسل المسيح. نحن أيضا نشجع على الحوار الفعلي بين الأديان، كل الأديان التي تؤمن بالإله الواحد الذي خلق كل شيء. أيضا يدعو الإرشاد الرسولي إلى التحلي بالإيمان القوي وأن نبقى ضمن الحقيقة الإنجيلية، ونتمنى أن يعطينا هذا الإرشاد القوة التي نحتاج إليها لمواجهة كل الصعوبات وأن نتجه نحو العالم لنعمد الجميع. وها أنا اليوم معكم وسأبقى معكم إلى الأبد.
حتى نهاية العالم. هذه أقوال يسوع المسيح طبعا. وفي وهذا الإرشاد الرسولي في كل مكوناته يريد أن يساعد كل تلميذ من تلاميذ المسيح لكي يعيش حياة حقيقية، وأن ينقل ما تعلمه وما حصل عليه في المعمودية، أن يصبح ابن نور، نور الله، وأن يكون مصباحا في الظلام الذي يعيشه العالم، لكي يخرج النور من الظلمة. هذه الوثيقة تريد أن تشارك في تقوية الإيمان وأن تخلصنا من كل ما قد يصبح أو يخفي عفوا نور المسيح، وأن يذكرنا بإيماننا الساطع بيسوع المسيح وبمجد الصليب. نحن نؤمن بيسوع المصلوب الذي عبر عن حكمة الله. تذكروا الوعد الذي قطع إلى قسطنطين، إلى الملك قسطنطين. أيتها الكنائس المشرقية لا تخافوا، لأن الرب معكم حتى نهاية الأزمنة. لا تخافوا لأن الروح القدس يرافقكم بقربه الإنساني والروحي، وفي ظل هذه المشاعر المليئة بالأمل والتشجيع أدعوكم لأن تحققوا وعد الإيمان وأن تمارسوا الشركة والشهادة في حياتكم اليومية. وآمل أن يساعدكم هذا الإرشاد الرسولي. أتوجه إلى كل الكهنة ورجال الدين والرهبان والراهبات بالإضافة إلى المدنيين، وأقول لهم احتفظوا بالشجاعة، تحلوا بالشجاعة. أيضا أطلب أن يغدق الله بعطاياه عليكم وعلى كل كنائس الشرق الأوسط لكي تعيش بالأخوة والحرية، ليبارككم الرب جميعا. إن الحبر الأعظم سوف يوقع الآن على الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس للشرق الأوسط. قداسة الحبر الأعظم الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الخاص بالشرق الأوسط.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent et demeurent sur vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. هدية لقداسة البابا.
مشاهدينا الكرام، وقع قداسة الحبر الأعظم بنيديكتوس 16 الإرشاد الرسولي من أجل المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط. هذا التوقيع جرى في بازيليك مار بولس في حريسة بحضور الأساقفة والمطارنة في الشرق الأوسط وبحضور فخامة الرئيس ميشيل سليمان. قداسة البابا شكر الجميع على هذا المجهود الذي خرج بهذا السينودوس بهذا الإرشاد الرسولي من أجل الشرق الأوسط ومسيحيي الشرق الأوسط. شدد كثيرا على أهمية التعايش السعيد، وصف هذا التعايش المسيحي الإسلامي بالسعيد الذي ساهم في إنشاء ثقافة مميزة في هذا البلد الذي يتميز بهذا التعايش الإسلامي المسيحي.